الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا أن بلغنا شهر رمضان، ونحمده سبحانه أن جعلنا من أهل الإسلام، ونحمده سبحانه على نعمه الكثيرة المتتابعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس الإيمان نتدارس فيه القسم الثاني من كتاب الإيمان من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نبتدئه بحديث عائشة، فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده على نعمه وآلائه وإحسانه، والصلاة والسلام على خير أنبيائه ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قوله في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم، فيه دلالة على أن الأمر له صيغة في لغة العرب تدل عليه بنفسها كما قال جماهير أهل العلم. وقوله هنا: من الأعمال بما يطيقون، فيراد به ما لا يعجزون عنه، وقد يراد به ما لا يشق عليهم، والظاهر أن الثاني هو المراد، فقد يكون العمل مما يتمكن الإنسان من فعله لكن بمشقة ظاهرة، فيكون مما لم يؤمر بفعله. ولهذا قالوا بأنهم يستطيعون أكثر من ذلك، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بذلك إنما كان لموافقة حاله صلى الله عليه وسلم. وقوله: قالوا إنا لسنا كهيئتك، يعني خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أن عليهم من العبادة ما يتناسب مع حالهم من النقص وعدم مغفرة ذنوبهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأصل مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أمورهم. ولذا فإن الأظهر أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته. وقولهم هنا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، بينوه في ما يأتي في قولهم: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، يعني أن الله تجاوز عما حصل منك أو ما قد يمكن أن يكون منك، فإن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، أي في الزمان الماضي، وما تأخر يعني في الزمان الآتي. فظنوا أن حالهم يخالف حال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيغضب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترضيه هذه المقالة،
التي قالوها، لأنهم قد قالوها بغير علم، فإنهم ظنوا أن المغفرة تقتضي أن يترك بعض الأعمال الواجبة. لهذا دلالة على إبطال مذهب من يقول بأن الأولياء يصلون إلى رتبة تسقط عنهم التكاليف كما يقوله بعض الفرق الضالة، وهذا خلاف ما تواترت به النصوص من أن الشريعة عامة وأن جميع الناس مخاطبون بها. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله: فيغضب، حتى يعرف الغضب في وجهه، أي أنه يتغير من هذه المقالة التي فيها ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك أمته فيما وجب عليها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم، في دلالة على أن الناس يتفاوتون في التقوى. ولذا قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله: وأعلمكم بالله أنا، فيه أن الناس يتفاوتون في علمهم، وأن العلم ليس على رتبة واحدة، والعلم قد يراد به الجزم واليقين. والصواب من أقوال أهل العلم أن اليقين ليس على رتبة واحدة، كما قال بذلك أهل السنة خلافا لغيرهم من الطوائف الذين يقولون إن العلم على رتبة واحدة، ويدل على مذهب أهل السنة العديد من الأدلة، منها هذا الحديث، ومنها قوله جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تؤمن كيف تخلق وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقد استدل على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى لما أخبره الله عن بني إسرائيل أنهم عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم ألقاها. يدل عليه أيضا أن الله جل وعلا جعل اليقين على ثلاث مراتب، فهناك عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، كما ورد ذلك في سورة التكاثر وسورة الحاقة وسورة الواقعة، مما يدل على تفاوت اليقين وأنه ليس على رتبة واحدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم، وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيه سحاب؟ هل تضارون في رؤية الشمس إذا كانت صحواء؟ قلنا: لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا:
كنا نعبد عزير بن الله فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا عطشنا ربنا نريد أن تسقينا، فيقال ألا تريدون اشربوا، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في جهنم، ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم؟ ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا الذي نعبد. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار، وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار، فيأتون وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، وما كان منها إلى الظل كان أبيض، ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه.
هذا حديث عظيم فيه سياق ما يكون في يوم القيامة، حيث يحاسب الله جل وعلا العباد على ما يكون منهم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله، أي أن أناسا في ذلك الزمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبوه فسألوه سؤالا واضحا صريحا: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فهل من شأن أهل الجنة أن يروا الله عز وجل أو لا يرونه؟ فهذا السؤال قد اشتمل من الصراحة والبيان ما ينبغي أن يتوافق مع جوابه عقائد أهل الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا صريحا: نعم، أي أن أهل الجنة يرون الله عز وجل يوم القيامة. ثم قال: وهل تضارون، أي هل تلحقكم مضرة بسبب رؤيتكم لله جل وعلا؟ فكما أنكم إذا شاهدتم القمر ليلة البدر حينما يكون للقمر ضوء ليس فيه سحاب يغطي ضوء القمر ويحجبه عنكم، فكأنه شبه الرؤية بالرؤية، ولا يقتضي هذا تشبيه المرئي بالمرئي. وفي هذا إثبات رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. وقال: هل تضارون، أي هل يلحقكم ضرر في رؤية الشمس إذا كانت صحوا، أي إذا لم يكن هناك سحاب في السماء؟ قالوا: لا، يعني لا يلحقنا ضرر متى رأينا القمر ليلة البدر أو رأينا الشمس في حال الصحو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب صريح في إثبات الرؤية، رؤية أهل الجنة لله عز وجل: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. فإثبات رؤية الله عز وجل قال به أهل السنة، وقاله طوائف كالأشاعرة، ونفاه عدد من الفرق كالمعتزلة. الصواب من أقوال الناس في ذلك إثبات رؤية الله عز وجل كما تواترت بذلك الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان بعض هذه الطوائف قد استدل بقصة موسى عليه السلام حينما سأل ربه أن يراه فقال: لن تراني. وقالوا بأن النفي بلن يفيد التأبيد، وهذا يخالف لغة العرب، فإن النفي بلن لا يقتضي التأبيد. ولذلك قال تعالى: ولن يتمنوا الموت ولن يتمنوه بما قدمت أيديهم، فنفى عنهم تمني الموت مع أنهم يوم القيامة يتمنون الموت، كما في قوله تعالى: قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ثم قال مبينا سياق أهل الجنة وما يكون في يوم العرض: ينادي مناد، أي يرفع صوته مؤذن مناد ليذهب كل قوم، أي ليتبع كل طائفة وفرقة وأمة ما كانوا يعبدون، أي ما كانوا يعبدونه في الدنيا
من أجل أن يذهب الناس إلى الجزاء الذي يتناسب مع أعمالهم. قال: فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، ومن كان يعبد الصليب فسيذهب ويتبع الصليب، يسوقهم إلى نار جهنم. وأصحاب الأوثان أي من يعبد الأصنام في الدنيا يذهبون مع أوثانهم إلى نار جهنم، في نار وقودها الناس والحجارة. قال: وأصحاب كل آلهة أي أن من يعبد أي آلهة غير الله تعالى يذهبون مع آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا، مما يدل على وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم جواز عبادة أحد سواه، وأنه لا ينجو يوم القيامة إلا أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب، أي ما يقام وينصب من أجل أن يعبد، إلا يتساقطون في النار، أي يذهبون إلى نار جهنم. قال: حتى يبقى من كان يعبد الله من بر، أي مطيع لله، أو فاجر، أي عاص له سبحانه. في هذا دلالة على عظم أثر التوحيد حتى مع أهل المعاصي. ولذا قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: ويبقى أيضا غبرات من أهل الكتاب، أي بقايا من أهل الكتاب التوراة والإنجيل، قبل أن يدخل في دينهم ما يدخل من التغيير، ومن كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد بعثته لا يقبل من أحد دين سواه، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال: ثم يؤتى بجهنم، أي تسحب جهنم مع عظم حجمها وكبرها، فيؤتى بها أمام الناس، تعرض أمام الناس كأنها سراب، أي على صورة الماء، تعرض للناس كأنها ماء بسبب شدة الحرارة التي تكون فيها، وإلا فإنه لا يوجد فيها ماء. قال: فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون، أي إلى من كنتم توجهون عباداتكم في الدنيا، فيقولون: كنا نعبد عزير بن الله. وعزير نبي من أنبياء الله، كان اليهود يعبدونه وينسبونه إلى الله كما ذكر الله جل وعلا. قالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. فيقال لهم: كذبتم، أي في دعواكم أن عزيرا ابن لله تعالى. ثم يقال لهم: لم يكن لله صاحبة، أي زوجة، ومن لم يكن له صاحبة فلن يكون له ولد. ومن ثم فدعواكم بأن عزيرا ابن الله دعوى كاذبة. قال: فما تريدون، أي فما الذي تطلبونه وتؤملون في أن يحصل لكم.
قالوا نريد الماء، عطشنا ربنا، نريد أن تسقينا. فكان شأنهم وطلبهم أنهم يريدون الماء، فيقال لهم ألا تردون؟ فإن النار كانت أمامهم على هيئة السراب، يظن من كان بعيدا عنها أنه يوجد ماء، ولا يوجد ماء في الحقيقة. فيقال لهم ألا تردون، أي ألا تذهبون إلى ما تشاهدون أنه ماء فتشربوا منه، اشربوا من ذلك الماء. فيذهبون إليه فإذا هو نار جهنم أعاذكم الله منها. قال فيحشرون، أي يجمعون سويا ويوضعون في نار جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، أي يأكل بعضها بعضها الآخر، فيتساقطون في جهنم في النار. ثم يدعى النصارى ويطلب منهم أن يبينوا من يعبدون، وسموا بهذا الاسم النصارى لكونهم قد ناصروا المسيح، أو لكونهم من أهل الناصرة. فيقال للنصارى من كنتم تعبدون، أي من كنتم توجهون عباداتكم في الدنيا، ومن هو الذي تعبدونه؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. وكانوا يخضعون ويذلون على جهة العبودية لعيسى عليه السلام الذي كانوا ينسبونه إلى الله، فيقولون المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، يكذبون في دعواهم صراحة وبما يرد قولهم. ويقال لهم لم يكن لله صاحبة ولا زوجة، فكيف يكون له ولد؟ ومن ثم فدعواكم بأن المسيح ابن الله دعوى باطلة. قال فيقال لهم فما تريدون، أي يا أيها النصارى ماذا تطلبون وما الذي تريدون؟ فيقولون نريد أن نشرب من الماء، نريد أن تسقينا. وذلك أنهم في الموقف العظيم حصل لهم العطش الشديد، فيقال لهم اشربوا، اذهبوا إلى ما تشاهدونه أمامكم، يعني من السراب. فيذهبون إلى السراب يريدون الماء من أجل أن يشربوا، فإذا بنار جهنم تكون أمامهم، فيتساقطون في نار جهنم. قال حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. فهؤلاء الذين تمحضت عبادتهم لله ولم يصرفوا شيئا من العبادة لغير الله، هم الذين يبقون في ذلك الموطن. فينادون ما السبب الذي جعلكم تبقون في هذا الموطن مع أن الناس كلهم قد تفرقوا؟ ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس؟ ألا تذهبون كما ذهب غيركم؟ فيقول هؤلاء الذين عبدوا الله فارقنا الناس في الدنيا، أي أننا لا نلتفت إلى موافقة الناس أو الذهاب معهم، فقد كنا كذلك في الدنيا، فلم يكن من شأننا أن نترك عبادة الله لما كنا في الدنيا موافقة لأحد من الأمم كائنا من كان، بل حافظنا على ديننا بأن جعلنا عباداتنا كلها لله سبحانه وتعالى، مع أننا في الدنيا كنا على حال فقيرة، كنا ضعفاء، ومع ذلك لم تستهوينا حال الأغنياء الأقوياء الذين كانوا يصرفون العبادة لغير الله تعالى. ف
فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم، فقد كنا في الدنيا محتاجين إليهم حاجة دنيوية، ومع ذلك تمسكنا بجعل عبادتنا لله وحده، ولم نصرف عباداتنا لغيره، موافقة لأصحاب هذه الأديان الأخرى، ولم يكن من شأننا أن نشاركهم في عقائدهم أو أن نصاحبهم في أمور دينهم. ونحن اليوم أحوج إليهم منا اليوم، فاليوم قد استغنينا عنهم ولم يكن بنا أي حاجة إليهم، ولذا فكما فارقناهم في الدنيا في أمر عبادتهم لغير الله وعبادتنا لله، فنحن نفارقهم في هذا الموقف. قال ويقولون: وإنا في ذلك المقام قد سمعنا المنادي الذي ينادي بأن يتبع كل طائفة من كانوا يعبدون في الدنيا، وليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، ونحن نعبد الله رب العالمين الذي أوجدنا من العدم، والذي أنعم علينا بصنوف النعم، ومن ثم فنحن ننتظر الله جل وعلا، ننتظر ربنا الذي لا زالت نعمه علينا، وهو الذي كنا نعبده في الدنيا. قال: فيأتيهم رب العالمين الجبار في صورة، أي في صورة من صوره غير الصورة الأولى التي رأوه فيها أول مرة، فيقول الله جل وعلا: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فأنهم ترددوا في ذلك، ثم قالوا: لا نشرك بالله شيئا، ولا نجعل أحدا يماثل الله في عباداتنا أو في أمورنا، وكرروا ذلك مرتين أو ثلاثا، فحين ذاك لا يكلمه إلا الأنبياء عليهم السلام، فهو موقف عظيم ومحل تهاب فيه تلك المواقف، ولذا لم يكن يتكلم في ذلك الموقف العظيم إلا الأنبياء عليهم السلام، فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه، أي هل هناك علامة قد جعلت لكم تعرفون بها ربكم جل وعلا الذي تعبدونه؟ فيقولون: نعم، هناك علامة، ألا وهي الساق، وهي صفة لله تعالى على ما يليق به سبحانه. قال: فيكشف عن ساقه، كما ورد ذلك في الخبر، فيسجد حينئذ كل مؤمن ومؤمنة، أما أهل النفاق فإنهم لا يتمكنون من السجود، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فإنهم يعجزون عن السجود. قال: فيذهب المنافق من أجل أن يتمكن من السجود، ويحاول أن يماثل أهل الإيمان في كونه يسجد لله تعالى، فيعجز عن ذلك، ويعود ظهره طبقا واحدا، أي يستوي فقار ظهره، فلا يتمكن من أن يسجد لعدم قدرته على ثني ظهره، ثم يؤتى بالجسر، أي تكون نار جهنم أمامهم، فيضرب بالجسر فوق نار جهنم، وفيجعل الجسر بين ظهري جهنم. قد ورد في صفة الجسر عدد من الأوصاف، منها أنه دقيق
وأنه حاد وأنه يروغ. قال: فقلنا يا رسول الله، ما الجسر؟ أي ما هي الصفة التي يكون عليها الجسر؟ هو الصراط الذي يكون على ظهر جهنم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الجسر: مدحضة، أي أنه محل للزلق يتساقط الناس فيه، وهو مزلة، أي محل يكون سبباً من أسباب السقوط، فهو موضع للزلل، عليه خطاطيف وكلاليب، وهي آلات في طرفها شيء حاد يتمكن من سحب من تعلق به هذه الخطاطيف والكلاليب. قال: وحسك، أي أن النار، أي أن الجسر على النار بمثابة وعلى صفة الحسكة، وهي شجرة صغيرة معروفة كان لها يكون لها ثمر خشن، ويكون على هيئة الكلاليب. قال: مفلطحة، أي أنها واسعة عريضة، من أمسكته فإنها تتمكن منه. قال: لها شوكة عقيفاء، أي في رأسها شيء حاد كأنه شوكة مائلة. ووصفها صلى الله عليه وسلم بشجرة تكون بنجد يقال لها السعدان. السعدان نوع من أنواع النبات، ثمرته قريبة من هذه الصفة التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المؤمن عليها، أي أن أهل الإيمان يجرون على جسر جهنم بسرعة، وهم يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يكون كالطرف، أي كنظرة العين في سرعة النظر، ومنهم من يكون كالبرق، أي النور الذي يحدث عند التقاء السحاب بعضه ببعض، وبعضه يكون كالريح، أي كالهواء الذي يجري في الفضاء، ومنها ما يكون كأجاويد الخيل، أي كالجيد من الخيل الذي يصلح للمسابقة، وبعضها يكون كأجاويد الركاب، أي الإبل التي يركب عليها ويسابق عليها. ثم ذكر حال الناس بالنسبة لجسر جهنم، وذكر أنهم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: ناجي المسلم، أي يتمكن من تجاوز نار جهنم، فيكون فائزاً سالماً من أن تمسكه نار جهنم. والثاني: ناج لكنه مخدوش، أي أصيب بشيء من الجراح عند مروره على جسر جهنم. وأما القسم الثالث فمكدوس، أي أنه ساقط تتمكن نار جهنم من الإمساك به. قال: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، أي أنه يتأخر على جسر جهنم، وتفاوت الناس في مرورهم على جسر جهنم بسبب تفاوتهم في الإيمان، مما يدل على أن الإيمان متفاوت، وأن الناس فيه ليسوا على درجة واحدة، بل الإيمان يزيد ويكون زائداً عند شخص دون آخر. قال: فيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قال: فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، أي أنكم يوم القيامة
تطلبونني وتسألونني وترغبون مني ما يتعلق بالحق الذي يجعلكم تنجون من نار جهنم. قال: قد تبين لكم من المؤمن يومئذ، أو قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار، أي المسلم لله الذي يستجيب لأمر الله. قال: فإذا رأوا أنهم نجوا، أي إذا ظنوا وغلب على ظنونهم أنهم قد سلموا من نار جهنم، أصبحوا يكلمون الله ويشفعون لأصحاب لهم وإخوان، ويقولون: ربنا، إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون ويعملون معنا ومع ذلك لم يكونوا معنا في الجنة، فيطلبون من الله ويشفعون لإخوانهم الذين كانوا يشاركونهم في عدد من الأعمال في الدنيا. فيقول الله تعالى: اذهبوا، أي ليكن من شأنكم أن تستجلبوا من أولئك الذين ذكرتم أنهم معكم في الدنيا، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوها، ومثقال الدينار وزن كانوا يتعارفونه وهو قرابة الأربعة جرام، قرابة الأربعة جرام. قال: فمن كان كذلك فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار، أي أنه وإن وصلت إليهم النار قبل هذه الشفاعة إلا أنها لا تغير صورهم التي كانوا عليها. قال: فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيقوم أهل الجنة الذين شفعوا بإخراج من عرفوا ممن وجدوا فيه وزن دينار من إيمان. وفي هذا دلالة على تفاوت أهل الإيمان، وفيه دلالة على أن الأمور المعنوية في الدنيا تكون محلاً للوزن يوم القيامة. قال: ثم يعودون إلى الله فيشفعون في إخوان لهم بعد أن أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان، في رواية مثقال حبة من خردل من إيمان، فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. ثم طلب أبو سعيد من يستمع إليه أن يقرأ قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون. وفي هذا دلالة على أن قرب الصالحين من أسباب نجاة العبد يوم القيامة، وأن الصالحين يشفعون في من يكون قريبا لهم في الدنيا. ويقول الله عز وجل بعد أن يخرج من يخرج من أهل النار بشفاعة المؤمنين: بقيت شفاعتي. والله جل وعلا يأمر، والأمر إليه جل وعلا، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا، أي تغيروا وبسبب النار، حتى أنهم قد احترق جلدهم ووصل الحريق إلى ظاهر عظمهم، وأعادوا حمما بسبب النار التي أحرقتهم. قال: فيؤتى بهم فيلقون في نهر بأفواه الجنة، أي في مقدمتها وفي عند أبوابها،
يقال له ماء الحياة، هذا اسمه، سمي بهذا الاسم لأن أهل النار الذين تغيروا وأمر الله بإخراجهم من نار جهنم يلقون فيه فتعود إليهم أجسادهم، قال فينبتون في حافتيه، أي في حافتي وجانبي هذا النهر، كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي أنها تنبت في جانب الوادي الذي سار فيه ماء السيل، فينبتون في قد رأيتموها، أي قد شاهدتم كيف أن الحبة من الشعير أو من البر تكون في جانب الوادي مجرى السيل فتنبت، فهكذا ينبت هؤلاء. وقال قد رأيتموها تكون مرة إلى جانب صخرة ومرة إلى جانب شجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، فإنه قد استفاد من ضوء الشمس حتى أنه أخضر، وما كان منها إلى الظل فإنه يكون أبيض اللون. ثم قال ألم تروا أنها تخرج، يعني ألم تروا إلى السنبلة والحبة تخرج، أي تظهر وتنبت أول ما تنبت صفراء ملتوية، أي معقوفة، ولكنها بعد ذلك تستقيم. قال فيخرجون من هذا السيل وهذا الوادي كأن أشكالهم اللؤلؤ الذي هو محل زينة، فيجعل في رقابهم الخواتم من أجل تمييزهم بين غيرهم، فيقال هؤلاء عتقاء الله تعالى، فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن، لأن الله جل وعلا قد تفضل عليهم بفضله وإحسانه فأخرجهم من النار إلى الجنة، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، وإنما كان منه فضل وإحسان سبحانه وتعالى. فيقال لهؤلاء الذين أخرجوا من نار جهنم لكم ما رأيتم، أي هذا النعيم الذي تشاهدونه هو لكم، ولكم من نعم الله وفضله ما يكون مماثلا له. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجرعه، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. في هذا الحديث رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بين، أي في الحال التي أنا فيها نائم، رأيت أي شاهدت في المنام الناس يعرضون علي، أي أنهم يؤتى بهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم قمص، أي ثياب تكون ساترة لجميع البدن، لكن الناس يتفاوتون في هذه القمص والثياب، فمنهم من يكون ثوبه إلى أعلى صدره بصغر هذا الثوب بحيث لا يصل إلا إلى الثدي الذي هو في أعلى الصدر، ومن هذه الثياب التي يلبسها الناس ما يكون دون ذلك، فبعضها يصل إلى السرة وإلى الحقو وإلى الركبتين
قال: فبينا أنا كذلك إذ عرض علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي مر به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عليه قميص قد ستره، بل إن جزءا منه ليجري على الأرض، فهو يجر قميصه من كون ذلك الثوب قد ستره حتى أنه يسحبه. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تفسير هذه الرؤيا؟ وما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال: الدين، أي أن هذه القمص بمثابة الدين، مما يدل على تفاضل أهل الإيمان في الأعمال والإيمان، وأنهم ليسوا على رتبة واحدة، وأنه لا يصح أن يقال إن إيمان أفراد الناس يماثل إيمان جبرائيل وميكائيل وإيمان أبي بكر وعمر. في هذا الحديث أيضا منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي هذا الحديث إشارة أو رؤيا الأنبياء، رؤيا الأنبياء حقا. في هذا الحديث أيضا تفاوت الناس في الأعمال الصالحة التي يؤدونها، وفي هذا الحديث أن اسم الدين يطلق على أعمال الناس التي يتقربون بها لله جل وعلا. وفي هذا الحديث أن الرؤيا المنامية لا مانع من تفسيرها ومعرفة المراد بها. في هذا الحديث أن الرؤيا المنامية يكون فيها رموز تدل على أمور لا تتوافق مع ظاهر ألفاظها، وفي هذا دلالة على أن تعبير المنام ليس لكل أحد، وأنه إنما يكون لأفراد دون أفراد، ولذا لم يقم الصحابة بتفسير هذه الرؤيا وعبرها، وإنما عبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه سعادة الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم زد في إيماننا، اللهم واجعلنا ممن اتقاك، واجعلنا ممن زاد علمه بك يا أرحم الراحمين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجعلهم متمسكين بدينهم سائرين عليه، وأن يوفق ولاة أمرهم لكل عمل صالح رشيد. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.